حاجة كويسة، يعني بنحاول نجتهد، وعملنا فرقة كويسة السنة دي طبعا، طيب والحمد لله معانا رئيس نادي محترم الحاج محمد عطية، يعني عامل لنا شغل كويس فعلا. تدعيمات السنة دي تدعيمات كويسة جدا، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا إن شاء الله السنة دي هدفنا يعني سنة صعود إن شاء الله، وده يعني طموحنا وطموح اللعيبة اللي موجودة وطموح الجهاز الفني اللي معايا حتى، ده يعني من بداية من أول يوم اتجمعنا فيه قلنا السنة دي إن شاء الله. اه ده بس خلي بالك السنة دي الشكل هيتغير بالنسبة للممتاز بيه، هيتغير، هيبقوا 6 مجموعات. يبقوا 6 مجموعات للممتاز بيه، يعني زي ما بقول لك هم استحدثوا، هم كانوا 3 مجموعات السنة كانوا فاتت، 3 هيبقوا 6، والسنة الجاية اللي هي اللي بعد الجاية اللي بعد اللي جاية تبقى مجموعة واحدة 18 فرقة مجموعة اللي هي يبقى دوري بيه. المحترفين. لا بالزبط. ده هيبقى مجموعة اللي هو دوري المحترفين بالظبط، ده اللي هو الاستحداث اللي هي المسابقة دي بالظبط. فالسنة دي الدوري هيبقى صعب جدا بالنسبة لنا، دوري قوي، انت بتتكلم في بالنسبة للي هيصعد لدوري الممتاز الموضوع هيبقى صعب. حتى الخمسة اللي هيقعدوا الموضوع صعب جدا، انت مطالب ان انت عشان على الاقل تبقى متواجد في ضمن دوري المحترفين هيبقى اول 6 فرق باستثناء طبعا اول 5 فرق باستثناء طبعا اللي هيصعد ده السادس، يعني أي. اللي يصعد لدوري الممتاز بالظبط. فالموضوع السنه دي صعب جدا، فالحمد لله احنا شغالين بشكل كويس بشكل منتظم. بدانا فتره الاعداد زي ما بقول لك، انا لسه والله جاي لك يعني يا دوب كان الصبح وبعد الظهر اه كان تمرين. عندي تمرين الفجر وكان عندي تمرين الساعه 5 بعد الظهر، ويا دوب خلصت كده ورحت جاي لك على طول. ف انت معاك حسام باولو في الفريق؟ ما عندي باولو، وعندي احمد مجدي ولسه جاي لي احمد صبحي، كان احمد صبحي بتاع امبي، بتاع امبي باك رايت. عندي مجموعه لعيبه كويسه جدا السنه دي، عندي سعد سمير عشان ما انساش حد، عندي مجموعه لعيبه محترمه جدا، حتى مجموعه لعيبه من السنه اللي فاتت، يعني فعلا ناس اضافات وناس فعلا ممكن يشتغلوا في دوري ممتاز، يعني ده حتى كلام يعني انا بقول لهم يعني اللعيبه فعلا او المواهب قلت، فلما يبقى عندك مواهب فعلا في الدرجه الثانيه فاتمنى فعلا ان الناس تبص بعين كويسه للعيبه دي، طبعا. لان فعلا عندنا انا في النادي عندنا عندي مجموعه لعيبه كويسه جدا، حتى كان في كلام على لعيبه عندنا، كان كلمت حماده هاشم انه يوصل رساله لكابتن خالد، عندي لعيب اسمه يوسف محمود مساك حاجه محترمه جدا. مثلا برضه كان في لعيبه في ام يعني ام بي كان عايز ياخد لعيبه من عندك. ما في او عندنا حازم الشامي، يعني عندنا مجموعه لعيبه حاجه كويسه جدا، حتى المجموعه اللي جايه السنه دي باذن الله الواحد متوسم فيها خير، اعمارهم السنيه صغيره، يعني عاملين تشكيله كويسه قوي السنه دي باذن الله، وادينا بنجتهد وبنعمل علينا ونتمنى طبعا ان شاء الله تبقى سنه صعود لينا باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله وتبقى موسم كويس بالنسبه لك كنادي.